يلا الدعاية يا ابو انزل الشباب. كمية نقطة صح؟ وقف وقف الايتام بالبلد الحرام. وقف الايتام بالبلد الحرام في وين؟ في مكة المكرمة في اطهر بقاع الارض. انا وكافل اليتيم كهاتين. يا اخي هني حاطين هني واحد يغشش. ترى ابو حمد ترى اقل همسه ترى تنسمع يا حمد. المشكله هو ما قاعد يهمس، هو قاعد يعني غير صوته اللي هني صوته هو بعد. وقف الايتام بالبلد الحرام في مكه المكرمه في اطهر بقاع الارض. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما نقص مال من صدقه، ويقول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين. حري على من سمعها ان يعمل بها. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام ضمن لك الجنة وضمن لك جواره صلى الله عليه وسلم في وين؟ في الفردوس الأعلى من الجنة. فيا أخوي يا أختي المتابعة، 300 ريال كفالة يتيم مدى الحياة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. مهما اغتنيت في هذه الدنيا ومهما كسبت ومهما ثق تماما أن ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. يا ما سمعنا أغنياء وفقروا، يا ما سمعنا فقراء واغتنوا في غمضة عين. فلا تبخل على نفسك، زك مالك، ومثل ما يقول أحد الصالحين نحن بحاجة الصدقة أكثر من حاجة الفقير لها. فلا تبخل على نفسك بهذا الشيء. 300 ريال كفالة يتيم مدى الحياة، وإذا ما تقدر الدال على الخير كفاعلة. عسى ربي يتقبل منا ومنكم يا شباب. بما أن الوقت يداهمنا فودنا بدعوات ساعة غروب، ساعة غروب بدعوات كثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بناخذ دعوات. قواك الله، الله يقويك. بعد روح خلنا ويا بعض ويا بعض متجمعين. لا حياك قلط عندنا.